السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ميموشة. نتمنى تكونوا بخير ودائما في صحة جيدة. اليوم كنقترح عليكم بسبوسة بالشوكولات كتجي لذيذة بزاف بمكونات اقتصادية وطريقة تحضير سهلة، وأيضا كتحضر في وقت قصير، وغنضيف لها كريمة سهلة ما كتحتاج أنكم تحضروها. لمعرفة طريقة تحضير الوصفة والمقادير بقوا معي أخواتي حتى الآخر. بسم الله، فهاد البسبوسة غنحتاج 4 ديال البيضات، كأس إلا ربع من السكر، وكمية السكر يمكن لكم تزيدوا أو تنقصوا فيها، كأس من الزبدة دايبة والزيت النباتية، فأنا استعملت نصف كأس من الزيت ونصف آخر من الزبدة، علبة من الياغورت مسوس، ونخلط هذه المكونات جيدا حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. وغنضيف ايضا كاس من السميد وربع كاس من الكاكاو، ومن الافضل يكون من النوع الجيد، نصف كاس من الكوك، القليل من الملح، وكيس من خميرة الحلويات من فئة 7 غرام، ونمزج هذه العناصر. خديت إناء دهنته بالزبدة ورشيت عليه الدقيق وغنفرغ فيه الخليط. من بعد ما وزعت العجين على الصحن غنضيف قطع من الشوكولاتة، ويمكن لكم تستعملوا اي نوع من الشوكولات، وغندخلوا الفرن على درجة حرارة متوسطة. من بعد ما خرجت البسبوسة من الفرن غنثقبها بالكوردون ونسقيها بالحليب المحلى، وإلا ما كانش متوفر عندكم يمكن لكم تسقيوها فقط بالسيرو، ونخليها جانبا حتى تبرد وتشرب الحليب المحلى.
هذه البسبوسة من بعد ما بردات كيف ما كتلاحظوا تشربت مزيان الحليب اللي ضفت لها. وفي الاخير غنغطيها بديسير الشكلاط. انا استعملت دانيت، غنوزعوا عليها مزيان ونرش عليها حبيبات الشوكولاتة. هاد البسبوسه ديال الشكلاط كتجي لذيذه بزاف، جربوها واكيد غتعجبكم. في الختام كنتمنى تشاركوا في القناه وتضغطوا على زر الاعجاب وعلى زر الجرس باش يوصلكم الجديد فضلا وليس امرا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.